السلام عليكم الخوت. اي واحد دز من هذا الصباح غادي نون فوا بروند هذاك الشعار ديال شحال هادي. اي واحد دز من هنا هذا الصباح هذا الصباح وتربح اخي المواطن، ولا عزاء لوزاره النقل والتجهيز واللوجيستيك. البلان وما فيه الدراري هو ان دابا هذا العالم اللي كنعيشو دابا في العالم الحقيقي، موك باك خوك دا وتعمك كتمشي للحانوت تقدا كترجع الشتا كطيح كدا الى اخره. كاين واحد العالم واحد اخر افتراضي، فهمتي؟ حتى هو كتقدا فيه، كتبيع وتشري، كتلاقى مع الناس، كتعرف فيه معلومات كدا، حتى هو كاين بغيتي ولا كرهتي. مي في هذا العالم الافتراضي اللي تا هو تفرض علينا بطريقه او باخرى، ما كنبان في اشكال في هذه بطريقه او باخرى، مهم علينا في هذا العالم. هذا العالم الافتراضي هذا تلزموا علينا، كتكون طالع مثلا كتنافيغي كتشوف قدامك شي حويجات عندك يا دير تحيدهم كيطيحوا قدامك، ما عندك ما دير. ومن بين هاد الحوايج هادو كنهضر ديما على كاين بزاف ديال التفاهه والتخربيق في دي دومين واحد اخرين، ملي كنهضر على هاد الدومين هذا شي مرات كطيح في شي حاجه. بحال مثلا هاد المره طحت بعدا في واحد الفيديو شي واحد كيقول لك دا شي فور دير اي خدمه فيها غسل القوادس غسل الماعن كدا وما تخدمش هاد الخدمه هادي وكدا. وهادي هادي هضره خاويه، هادي هضره خاويه. نقول لك واحد الحاجه بعدا، فاش تكون كتبغي تدافع على شي فكره عندك خاصك تدافع عليها بحكمه، فهمتي؟ تدافع عليها بوسطيه وباعتدال وبذكاء، ماشي بالليكسي. لحقاش ليكسي نويا توت شوز، يعني المبالغه كتضيع كل شيء. نويج فيرب نويغ، ماشي الليل وداكشي، فهمتي؟ كتقول لي انت سرح القواعدس وغسل الموان، لا سمح لي اخويا، سمح لي سمح لي. هذا الافراط في المبالغه، ماشي المبالغه، هذا الافراط في المبالغه. كتولي الهضره ما عندها حتى معنى كاع. الا بغيتي تدافع على حاجه واخا تكون غلط، واخا تكون انت عارف راسك كدافع على الباطل، خصك الا بغيتي تبروفي بانه هذاك الباطل ولا تحاول انك تبروفي بانه هو الصح، خصك تكون كتضرب بشيء من الذكاء، ما تكونش غير غيداوي خاوي. بلاتي نجاوبوا العموم. الو الو جيرام. سالي سا واي تو؟ واي سا سا دي مو سي بون تي بارتي تو؟ واه واه جي ريشارجي مي دو كليون اي سي بون. Je dois faire une coupure, en tout cas pas avant 4h30 d'après le GPS. Donc, non, non, j'ai dit c'est 4h30 de volant apparemment. Il y a 14h30, ouais. Ouais, okay. Et donc ça, ouais, 14h quelque chose avec la coupure et tout. Ouais, bah super, nickel. Ouais, okay. Ça marche. Eh ben allez. À ok, plus tard, hein. À plus tard. Merci. Salut, ciao, ciao. Salut. Salut. دونك فاش كتكون كدافع على واحد البلان خاصك تدافع عليه بشويه ديال العقلانيه، فهمتي؟ انت كتجي كتقول لي شيفور ديال الرموك هذا تمشي وما تشوفش ولادك. شيفور ديال الرموك حبيبي، شيفور ديال الرموك راه يقدر يخدم يبدا مع 7 الصباح 4 العشيه راه في دارو جالس مع ولادو، غيسالي قبل من هذاك اللي خدام في البلديه ولا خدام في الاداره ولا في شي وزين ولا راه جالس في دارو. ما الناس ما عرفتش علاش الناس ديما كيسمع شي فور ديال الرموك كيحساب له راه مجا الوقف شي بلاصه بعيده وكذا، ماشي ضروري. هذاك الشيء والناس اللي كيختاروه، هذاك الشيء ما كيتلزمش على شي واحد. ما كيجيش شي واحد يقول له لا صحه عليك، اجي انت دوزتي البيرمي، دوزتي الفورماسيون ديالك، انت صحه عليك غادي تمشي. لا، الا كان هذا الشيء صحه هذيك الساعه تجي تضامن معاه ولا اجي تشفى فيه، قول له واه انت ولادك كيكبروا موراك وانت كذا. السيد اخويا بغاه هو هكا، قال له دماغه قال له غادي دير ديك الحاجه بغا يديرها، كتجي وتلصقوا فيه لا شيفار شيفار كذا. سير اصاحبي سير حيد تكمش، ما فاهمين حتى لعبه اصاحبي، ما فاهمين والو. غربه في غربه في غربه، خويا واحد اختار بغاه هو ينقز مع سطح، ما شدك انت سير اصاحبي ديها في الجهه الضراك، وين على الشيطان. هذا من جهه، من جهه واحده اخرى في هذا العالم الموازي كما قلت، في هذا العالم الموازي شي مرات كندخل شي فيديوهات وكنلقى شي دراري واه بغيتي تدخل لهاد الدومين كذا، وهاد الدومين راه ما تقدرش دير ولا كذا وطاطا. اخويا اخويا هاد الدومين ولا هاد هاد الدومين طلعت لي في راسي، هاد الدومين كلشي كيقول الدومين بحال زعما شي هاد المهنه هادي عادي جدا ماك، فهمتي؟
ما هادي كدوز بيرمي كتمشي كتخدم كيعجبك مثلا كاينين الناس كيعجبهم هاد واحد الفييكول كبير واحد الكاميو كبير الى اخره فهمتي كيعجب لك هذيك المانيبيولاسيون ديال داك الكاميون كذا كديرها كهادشي كيبدا يهود يطلع وكذا فهمتي مزيان الله يسهل عليك سي تري بيان كاين الناس اللي كتعجبهم الصيده كاين الناس اللي كيعجبهم الطبخ كاين الناس اللي كيعجبهم فهمتي كل واحد كاين الناس اللي كيعجبهم هادشي سي بيان سي نورمال حتى انا كننتمي لهاد الناس ولكن فاش تبقى كتبقى تقدس واحد الحاجه تبقى تغونفلي فيها تغونفلي ما كيبقى عندها حتى معنى زيد الضاف زيد صاحبي حنا راكبين في الطروطوار طوبيس طوبيس مجتهد الله يلا مجتهد بالله عطي واحد يا سي ليمون طايب بالكيلومتراج تاعو فهمتي كتبقى كتمجد واحد الحاجه بزاف بزاف شوف شيفور دي رموك عنده القيمه ديالو عنده واحد القيمه ديالو حتى واحد ما يناقشني فيها وحتى واحد ما ينيغوسي معايا فيها ولكن فاش كتبقى انت كتنفخ تنفخ 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 كيولي داك الشيء ما عنده معنى وما عنده قيمه صافي هادي اخويا فهمتي حقاش كاينين الناس من الفوق خصك تعرف ان في هذا العالم الافتراضي كتحط واحد المحتوى راه كيشوفوه راه يقدر يشوفوا شي وزير ولا شي واحد خدام في شي بلاصه كبيره ولا شي راه اي نوع ديال البشر شتي راه كتحط فيديو راه يقدر يشوفها شي واحد كبير في الدوله يشوف داك الشيء ولا شي واحد كيبيع الخضره ولا شي واحد كيبيع الرايب ولا جامي كنت كتحط لاكسي بوبليك يشوفها اي واحد فهمتي دونك كاينين الناس اللي تقال علينا ياك في المستوى الاجتماعي ولا المادي ولا المعرفي كيشوف كدير واحد التخربيقه كيبدا يقول لك شو هاد الدراري مساكن والله مساكن ما فهمت غير مدفقين الله يداوي الحال كدا خصك تهضر هضر بواحد التقوليه على الاقل حنا شدي ولاو كتنقاز مادام كينقز فهمتي خصو غيدير محتوى فرحان خصو يدير سطوري وكذا ثبت اخويا الفلوكه شويه ثبت الفلوكه شويه راه الناس كيحطوا كل شيء دون ميم ساك كاين بزاف ديال البشر كيشوفوا مثلا واحد ما بغيتش نعطي السميات هذه يقول لك راه كيتيري في بنادم انا كنتيري في الحمق وكنتيري في نقول لك فاش كنتيري في التهريج هذا الشيء اللي كان انا ما كنتيريش في بنادم انا كنتيري في المحتوى اللي تخربيق المهم الناس تقال كما قلت في واحد الفيديو اللي قبل الناس تقال راه كيعرفوا شكون اللي كاين شكون اللي ناقص شكون اللي زايد شكون اللي هذا شكون زايد دونك كاينين واحد الناس من الفوق كيشوفونا كيقولوا هادو كاشو هاد الشوافر هادو شو هاد الشوافر كيفاش العقليه ديالهم كي دايره صاحبي فهمتي دوماج لحقاش ولات واحد الحفنه ديال المهرجين هما اللي كيروبريزونطيو دابا هما اللي كيروبريزونطيو السائق المهني مع العلم كاينين دراري نقيين والله ولكن راه قلال بزاف شتي الا كنا حنا مثلا واحد 20 واحد ولا اللي كاينين هكا في الساحه الافتراضيه اللي كيحطوا هذا الكونتيني وكذا غادي نقول لك غادي يكون واحد جوج ولا ثلاثه هما اللي دراري ولا اربعه دراري اللي نقيين بقاو نقيين في العقليه ديالهم وفي لو شوا ديال لا بريز دو بوزيسيون ولا داك ستوريات اللي كيحطوا ولا داك الكونتيني اللي كيحطوا بقاو خلاو واحد النوع من العفه راه كاين العفه حتى في ستوريات كاين العفه حتى في الكونتوني اللي كتحط العفه راه ما كاينش غير في داكشي اللي على بالك العفه كاينه حتى في هادشي هذا دونك كنتمنى الناس يرجعوا النيفو لبلاصتو فهمتي ما يبقاش هادشي هذا ديال المهم هادشي اللي بغيت نقول في هاد لا فيديو هادي كنشوف شي حوايج كيضروني ما كنبغيش نحتفظ بها راسي شحال من مره قلتها محمد بلا ما تدخل في التخربيقه صاحبي انت عاد قد تهود النيفو كدا دير فعل صافي كله كيروبريزونتي راسو ولكن في نهايه المطاف لا واحد المره كنت في المغرب وكنا انا وواحد جوج دراري صحابي وتلاقينا مع واحد اقسم بالله هاد الهضره اللي كنقول لها بصح تلاقينا مع واحد القبطان ديال الجدارميه ما غاديش نقول البلاصه فين طبيعه الحال وداك السيد ما كيعرفنيش ناس ثقال فهمتي ناس ثقال قبطان ديال الجدارميه وشي واحد اخر ما بقيتش عاقل شنو خدام حتى هو في الجندارم شي واحد نيت حتى هو مستوى عالي
تلاقينا ذوك الناس صحابي ومشيت معاهم وتلاقينا بهذوك الناس كيعرفوهم مزيان. السلام عليكم. السلام بخير كذا. قال له السي محمد هبط ديك الساعات بال190 وداك القبطان ناضي. عرفتي علاش ناضي؟ شد هذيك ال190 وبدا كيدور بها فهمت. قال لي واحد اللعيبه في الكوفر. قال لي هاد اللعيبه هذه هنا هي اللي كتدل على العام شمن عام. وهاد اللعيبه صاجر هاد الكوفر ما عمره تحيد. وها الصباغه هذه هنا هاد البلاصه هذه راه ماشي بحال هذه. هذه راه تعاودت لها الصباغه هذه كدا. هاد النيميرو د شاصي مهم 190 كيعرفها بحال خدام في بحال هو اللي صنعها ولا هو بحال اللي كان خدام في لاميز. وهاد السيد هذا بقينا كنهضروا كدا. قال له واش ما كتعرفش محمد؟ قال له لا ودي ما كنعرفوش. قال له راه واحد راه الدري هذا راه زعما راه عنده كونتون عنده واحد الكونسيبت في الانترنت كدا. قال له ودابا انت راه هادشي هذا راه كدا. وما قالش شي كلمه زعما اللي هذا ولكن لمست فيه انايا واحد بحال ما جا هذاك الشيء كل شيء ولا كيدير هذا الشيء هذا كل شيء ولا كينقز على هذا الشيء هذا كل شيء باغي يدير فهمتيني. قال له لا. قال له السي انا ما بقينا ما هضرش فهمتي ما غاديش نشكر زعما راسي ولا نقول له انا راني ماشي بحال الاخرين ولا انا احسن من الاخرين ولا الاخرين احسن ولا بقيت ساكت. قال له هذاك الدري اللي كان معايا قال له لا راه السي محمد راه شي حاجه زعما شي حاجه داكشي ماكشي سيريو هذا ما كاينش داك التنقاز داك هذيك الخفوفيه يعني انسان ثقيل كذا. قال له هو المهم مزيان اللهم يسير شنو داكشي وراه. قلت له راه هو هو السميه ديال الكونسيبت كذا. قال لي دابا ندخل للدار ونشوف هذا الشيء على ايين تشرفنا بك كذا الى اخره. دونك هذاك السيد هذاك خدا واحد النظره بعدا على شنو واقع في الانترنت ودخل. قال له انا فيسبوك ما كندخلش بزاف لهاد الشيء هذا ما زعما عندي فكره على شنو واقع بصفه عامه الى اخره. علاش هاد الشيء هذا؟ لحقاش التفاهه طاغيه. التفاهه بصفه عامه هي اللي طاغيه. كتشوف ياسين العمري تبارك الله ما شاء الله الناس اللي سيريو في هذاك ما كنهضرش على التوجه ديالو كنهضر على لا فاصون ولا لا كومونيكاسيون كيفاش كدير ولا فاصون دونت اي ديفلوب لي داكشي ديالو الى اخره. لا فاصون كيفاش يسو بريزونت فهمتي. داكشي قليل داكشي قليل معدود. تكون واحد كما قلت في الاول تكون واحد 4% ولا 5% ديال داكشي. اي سي دوماج واحد الرادار هو هنايا البلان كاع هما فيه. كنشوف راسي تحطيت في واحد لونفيرونمون كاين بزاف ديال الشوائب فهمتي. كاينين الشوائب وكاينين الناس اللي كيقول لك لا راه خالقينها وكذا داكشي راه فهمتي عاطينها للضحك وكذا خالقين هاد الدراري راك عارف دابا هادي وقتهم هادي وكذا. اسمح لي اخويا كاينش خالقينها. التخربيق خصو يتحيد. انا ما كنقولش زعما راه واش دابا كاين اللي كيبان له اي حاجه اي واحد. كاين الناس اللي حاقدين كاين الناس اللي حاقدين على كلشي وكذا. انا لا انا واخا عندي عقليه شويه قديمه ولكن كنواكب داك بواحد لي برينسيپ بواحد لونكادرمون فهمتي. ماشي كنواكب غير دارو كب شربي لك شنو سمي شر كبي لي اتاي تانا النوت في الطوندونس تانا النوت نديرها شيفور ولكن راجع ليك تانا النوت نديرها زعما فهمتي. شيفور راجع ليك صاحبي شي فور صاحبي بلا ما تبقى تجيستيفي انك انت راجل. الا كنت انت عارف راجل ما تبقاش تجيستيفي شي واحد تقول له انا راني راجل. شي فور راجل عليك فكره زوينه غادي نديروها في الريل غادي نبان في شكال تحقر بوجو اسمح لنا الازعاج في يمن فريني اخويا راني عيان اصرني بعيد اللي راه هو مازال كاع ما خرجش من ربو.